طبعا اليوم احنا امام تحدي كبير من وباء كورونا، وهذا يتطلب تكامل الدولة والمجتمع. واليوم هذا المشروع هو مثال للتعاون المؤسساتي، وان شاء الله يمتد هذا التعاون مع الشعب لدعم جهود الدولة في محاربة الوباء، وبالخصوص الوباء تحدياته كبيرة. اطلبنا من جميع مؤسسات الدولة أن تستنفر في هذا الجهد، وعليه أتمنى أن نلتزم جميعا بإجراءات الصحة والسلامة في التباعد الاجتماعي والتقيد بالكمامات. كثير من دول العالم نجحت بمحاربة هذا الوباء عندما التزمت بخطوات الصحة والسلامة، ووصلت في بعض الدول حالاتها إلى قريب من الصفر. هذه الحكومة سوف تبذل كل جهودها لتوفير خدمات للمواطنين على أساس التعاون، وتوفير الخدمات والدعم في مجال الاقتصادي الأمني وحتى الصحي. يد بيد إن شاء الله نحقق ما يستحقه هذا العراق العظيم.